انا لسه واحد جاي لي اول مره في الكورس يعني، وبيقول انا عايز، هو خريج حقوق، القانون هنا سيبك بقى من هو اللي عندك قانون اسلامي وقانون واضح، هي كده كده القوانين مبنيه على الشريعه الاسلاميه. قلت له انت عندك سيستم قانوني هو غير اللي عنده بتاتا، هو عنده سيستم تاني خالص. بيقول لي اعمل معاك معدل ايه؟ انت ممكن تروح تعمل هناك دكتوراه ماجستير اوكي، اللي هو انا معايا النظام مثلا الاسلامي وهاخد النظام ده كمان، يبقى انا دارس الاثنين. انما ما تقوليش انا دارس سين اروح اعمل معادله ايه بقى؟ لا، قلت له البني ادم هو البني ادم، اللي دارس طب اللي دارس الهندسه هي الهندسه، الاختلاف بس بالاسم، مثلث بالعربي اسمه مثلث، بالالماني اسمه سين، مش عارف القلب بالالماني اسمه كذا. انما هو الجسم الانساني بتاع الافريقي شغال بالظبط زي بتاع الاوروبي، يعني هو نفس الجسم يعني مش اختلافات، انما النظام القانوني وتبدا انتاج بشري يختلف. فالدراسات الادبيه باستثناء الفلسفه طبعا، باستثناء الفلسفه يعني مش مفتوح قوي هناك، وباستثناء بقى واحد اللي هو انا عاشق للتخصص، انا واحد بقى بتاع ادب وبحب الروايه والقصه والكلام من ده وعايز ادرس الادب الالماني والكلام ده، هو تاني. انما اللي مفتوح ومطلوب ومطلوب اللي هو وبيجيب فلوس اللي هو التخصصات العلميه. التاني زمان الادبي، انا واحد عايز ادرس حاجه، انا عايز ادب، انا عايز شعر، انا عايز كذا، يبقى انا واحد في دماغي حاجه انا عايز احققها بقى، حته عائد مادي مش عائد مادي مش ده اللي انا بفكر فيه، اللي في دماغه كده وتفكيره كده ربنا يوفقه اوكي. انما اللي هو انا عايز اتعلم او استفاد علميا، بس في نفس الوقت برضه احقق استفاده ماديه، لان انا مش كل واحد هيروح المانيا عنده المقدره او ان هو العلم يعني مسيطر عليه لدرجه ان انا عايز اوصل لحاجه معينه والتكلفه الماديه مش مشكله بالنسبه لي. لا برضه يعني الاكثريه الساحقه عايز برضو يعني بعد كده احقق نجاح علمي ومادي، مش علمي بس، مش بس مجرد نجاح علمي. فالتخصصات العلميه تقريبا كل التخصصات العلميه مطلوبه، بل اصلا في ناس التخصصات زي ما قلنا مش موجوده هنا، والتخصصات الجديده اللي هي مش موجوده هنا تاكد ان مفيش فيها منافسه هناك، بمعنى ان مفيش اعداد كبيره قوي عليها، لان هي برضو لسه جديده، هي لسه جديده. فانت لما تخش في اي مجال جديد تبقى فرصة المنافسة فيها عالية. في ناس بتفكيرها تقول لك أنا أسافر ألمانيا أشتغل هناك كذا سنة أتعلم سواء في الجامعة أو أتعلم في الشغل نفسه. أنا دكتور يعني، أنا دكتور من الناس اشتغلت معايا من زمان وكان هو أستاذ هنا أو كان مدرس في كلية الطب وسافر، بيقول إحنا شغالين هنا في غنين بشكل، لما رجع كان نزل في مرة زيارة وجالي زيارة مصر وجالي زيارة بيت وكده، يقول إحنا كنا شغالين هنا بشكل وهناك شغالين بشكل تاني. دول هناك بروبوت وشغال مش عارف ايه، واحنا برضه بنعمل حاجات كويسه هنا ومميزه وكله، بس استفدت حاجات جديده. اه عرفتهم برضه حاجات جديده وحاجات احنا بنعملها، بس اتعلمت، مش اتعلمت في جامعه، اتعلمت من خلال الشغل حاجات جديده. ففي ناس بيبقى تفكيرها لكن انا اروح هناك اتعلم حاجات جديده، طرق جديده مش موجوده اصلا هنا في السوق، بغض النظر بقى عن المهنه ايه، واقدر بعد كده يا اما افتح قرائن زي ما قلنا هنا مثلا في مصر، او ان انا ارجع على دوله من دول الخليج اشتغل هناك واخد راتب خرافي. في كتير يقول لك لا دول الخليج انا مش هسافرها من الاول، الا دول الخليج انا هروح اشرب بيبسي واكل كبسه وخلص الموضوع، اه اجيب فلوس اوكي، انما انا مش عايز حياتي تبقى ايه بالشكل ده. ففي يقول لك اوكي في فتره الشباب بتاعي اتعلم اخد خبره، بعد كده خلاص بقى هي فتره الراحه ارجع هناك افيد برضه وابقى حاجه مميزه، وابقى حاجه مميزه واخد راتب خرافي بمعنى الكلمه. يعني انت مثلا تلاقي نفسك بقى تخش في رينج بتاع 100,000 150,000 في الشهر، فطبعا انت بتخش في رواتب ثانيه خالص خالص خالص. ايه انت معاك شهاده الماني، معاك مثلا دكتوراه الماني، معاك كذا الماني، خبره في مجال معين، فطبعا بتفرق بشكل كبير جدا جدا في الراتب. مش بس الدول الخليج، الشهادات الالمانيه معترف بيها في العالم، ليها مكانتها في العالم كله، مش بس ان انا هرجع الخليج، انا ممكن ارجع لاسيا. يعني احنا بنقول خليج بعتبر هم عرب والثقافه واحده والدين واحد والظروف وكده، انما احنا ممكن اخد دي وارجع على دوله ثانيه بالشهاده بتاعتي دي بالتخصص بالخبره بتاعي، اخش في مجال ثاني خالص او في مجال كرواتب يعني. فبشكل عام انا علشان اشتغل بشكل عام علشان اشتغل في المانيا، كل المطلوب مني بدرجه اولى اللغه. يعني هي المانيا بتلف تلف وبترجع لحته اللغه. يقول لك هات لي لغه وتعال. معاك لغه تقدر تتكلم، انك تخش في المجتمع، يحصل لك عمليه اندماج، انك تتعايش وتتواصل مع الناس،
اهلا وسهلا بيك. ما معكش لغه هعمل لك ايه؟ انت عبقري زمانك بس معكش لغه. طبعا لو اكون عبقري زمانك هياخدك مش مشكله يجيب لك مترجم. انما كان واحد عبقري زمانه في العجب يعني اللي هو يعني المميزين، ما هو المميزين دول ده لو هيتعامل معاه بالاشاره هيجيب له ناس تترجم له بالاشاره مفيش مشاكل. انما دول استثناءات يعني. انما غير كده انت حد كويس اي ماشي بس يعني انت مش الفلتة. لما تبقى فلتة هنتعامل معاك كفلتة. طول ما انت لسه ما وصلتش للفلتة دي اتعلم الالماني. اتعلم الماني. غير كده انت تروح هناك عادي جدا بتجيب تصريح شغل، لازم تحصل تصريح العمل من المكتب، مكتب العمل. مكتب العمل يقول لك كام ولا تخلصهم سيبنا من حته زي دي. وممكن مكتب العمل بالمناسبه دي لك مشهوره كمان، انت ممكن ايه تخصصيه انت تشتغل فيها او تقدم عليها تبعا لشهادتك او للدراسه اللي انت دارسها. ولكن بشكل عام انت ممكن شهادتك تشتغل بيها. ولكن زي ما احنا بنطلع من هنا وبنتخرج بناخد كورسات علشان نشتغل، واحنا هنا دلوقتي برضه في سوق العمل المصري مجرد ان انا اروح اي شغلانه اقول له ادي مثلا شهاده الهندسه بتاعي، دي شهاده الطب بتاعي، شهاده كذا وخلاص، ان انا مجرد شهاده بدون خبره بدون كورسات اضافيه يعني مش كافي. برضه بالتاكيد الوضع هناك نفس الفكره، يعني مش معقول ان انا في المانيا واو شهاده الهندسه المصريه اهلا وسهلا اتفضل شهاده الطب. لا طبعا بالتاكيد احيانا هيبقى كافي وهتشتغل، بس احيانا برضه بتاخد تدريب، تاخد كورس اضافي، تاخد حاجات اضافيه اللي هي تخلي فرصتك اقوى من غيرك. هو احنا بنقول الشهاده نظريا تكفي، انما هو واقعيا برضه انت ممكن تاخد ايه، تعمل تدريب اضافي، اي دبلومه، اي كورس، اي حاجه اضافيه بتقوي الفرصه بتاعك، بتقوي تقييمك في الراتب. انت حتى عندك خبره، عندك حاجه اضافيه، دي بتفرق في النهايه كتقييم، تختلف عن اللي هو بس جاي معاه مجرد شهادة. الوظيفة عشان بتدور عليها زي أي بني آدم بيدور في الدنيا، بتبقى بتدور في الشركات، في المواقع بتاعت التوظيف، مواقع الشركات على الإنترنت، بتعمل بتبعت السي في بتاعك طبعا هو الجاهز في الألماني. فالعملية العملية نفسها يعني لا تختلف بتاتا عن هنا، سوى إن أنا بعملها بالألماني. Make it in German. أوكي؟ فهو بس بعملها بالألماني. الخطوة اللي أنا هعملها هنا هعملها هناك. هنا بتدور على شغل فين؟ في مواقع الشركات، مواقع التوظيف. ممكن بتروح للشركات هي نفسها بتشوف هم عايزين ايه، فهو ده اللي برضه ممكن اي حد بيعمله هناك. الشغل بيختلف من وظيفه للتانيه، الشغل بيختلف من وظيفه للتانيه، وبالمناسبه الوظائف المطلوبه مش بس الطب والهندسه، بالعكس الحرفيين مطلوبين. الممرضين والممرضات مطلوبين، هو مش بس اللي هي الوظائف التوب. المانيا مجتمع زي ما قلنا بيفضى. هو مجتمع بيشيخ، مجتمع بيشيخ، فكله بيرضى، كله مطلوب. يعني بالمناسبة أي واحدة لو تعلمت ألماني ممكن تقدم على سفر لألمانيا لمدة سنة تشتغل هناك بيبي سيتر. بيبي سيتر بس، هتروح تقعد بالعيال، وبعدين العيال هناك حاجة اللي بيخلف ده حاجة يعني إيه ده كويس إنك ألماني وبتخلف يعني أنا كان في زوجة ألمانية، هي ألمانية، زوجة صديق ليا مصري كانت حامل وكانت رايحه هناك يعني زي دوره اللي هي تجهيز الحوامل او تعليمهم بيفهموهم يعني ايه يتعاملوا ازاي ويتصرفوا ازاي والكلام من ده. فبتقول كان اللي موجودين معاها في الدوره بتقول مش عارف واحده من يوغوسلافيا تقريبا وواحده من اليونان وواحده وهي كانت المانيه الاكثريه مش الماني. وهي كانت المانيه مثلا هي كانت حامل وهي مسلمه يعني ومتجوزه واحد مصري والكلام من ده، انما الالمان نفسهم تقريبا كان كل الموجودين في الموضوع نفسهم تقريبا اثنين المانيتين. هم ألمان ملهمش علاقة بقى بثقافة تانية بحضارة تانية، هم دول اللي كانوا موجودين في الدورة كلها، إنما الباقيين كلهم من ثقافات تانية. فبيبي سيتر تقدر تسافر ألمان بس تكون معاها ألماني، يعني مش هتبقى بيبي سيتر ما بتعرفش ألماني، يعني معكيش أي يعني أي دراستك عادية، مش سن بقى إن أنا متخصص في دراسة معينة، لا دراستك زي ما تكوني هتيجي تشتغل بيبي سيتر وتقعدي سنة أو سنتين. وطبعا في الفترة دي ممكن تدور على شغل تاني وتاخدي كورسات معينة وحاجات كده وتكمل ترجعي تاني وتروحي، بس خلاص اتوجدتي بقيتي جوه ان انت مقيم في ألمانيا لمدة سنة أو سنتين، تختلف كتير عن ان انت بتدور من بره. فالكل مطلوب، الكل مطلوب، بس طبعا ما تنفعش تيجي تقول لواحد مثلا شغال في حرفة يدوية تقول له تعالى اتعلم ألماني عشان تسافر ألمانيا. الموضوع ده ملوش هو فيه.
هو اصلا من الاساس ما كملش في تعليمه ايه، ما تعليمه هنا. بس طبعا اللي بيفكر